السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا وصفه زوينه بزاف ديال الكباب ديال البطاطا، اولا كيف ما كنقولوا ليه حنايا في المغرب المعقوده. هذه الطريقه هذه شفت الناس هنايا في باكستان كيديروها، وكيديروها بطريقه مختلفه، يعني من منطقه لمنطقه كل واشنو كيزيد فيها. فانا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، وحتى انا مره كندخل فيها ونخرج فيها شي وصفه ولا كنزيد فيها شي حاجه. دونك ولكن الاساس ديالها كيبقى نفس يعني الطريقه. فانا شديت هنايا البطاطا، سلقتها في الماء تقريبا 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب الحجم ديال البطاطا وعلى حسب كميه الماء. فانا سلقتها نقيتها ومعستها في واحد الباول كبيره، معستها مزيان، وغادي نبدا هنايا نزيد عليها القامه. القامه كتبقى على حسب الرغبه، ولكن جينيرالمون الحوايج اللي كنستعملوا فيها الربيع باش كتجي فيها داك اللون الاخضر وداك المذاق ديال الربيع زوين. درت فيها هنايا حتى البصله، داك البصله الخضراء، ديك البصله الخضراء الطويله حتى هي قطعتها طراف ودرتها فيها. درت فيها فصوصه ديال الثومه، ثلاثه الفصوصه، و يعني التوابل العاديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر كارم، و شويه ديال النفع مطحون، شويه ديال النفع مطحون حتى هو زدتو فيها، والملح بطبيعه الحال. وباش نجمع هذيك البطاطا ونحيد يعني نزيد فيها واحد المكون اللي غادي نشف ليا هذوك السوائل اللي محتمل يبقاو فيها، هو الدقيق ديال الرز. هذا الدقيق ديال الرز كيشرب دوك السوائل اللي كيبقاو في البطاطا، يعني ديك البطاطا ما كتجيش مطلوقه جاريه، كيجمعها كتشد راسها مزيان. فكيف ما كتشوفوا جزت جوج ديال المعالق ديال دقيق الرز وخلطت المكونات كاملين. انا بصفه عامه كيف قلت لكم الحوايج اللي كيكونوا عندي في الدار كنزيدهم. مثلا هذه المره كانت عندي البصله الخضراء، زدتها فيها وعطات مذاق فن. بعض المرات ما كتكونش عندي بصله، كندير غير الربيع. بعض المرات ما كتكونش عندي الربيع نهائيا، تندير البصله مشلده مزيان رقيقه. يعني كل مره تقدروا تفننوا بها في داكشي اللي عندكم في الدار، مره تزيدوا فيها البصله، مره تزيدوا فيها الفلفله الخضراء، ولكن هادشي خصو يكون يعني مقطع مزيان باش يشد مع البطاطا. فكيف ما كتشوفوا يعني الشكل ديالها شاده في راسها، شكلتها كباب. تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتوا، الا كان عندكم دوك الطوابع ديال الكبابات دوك الطوابع ديال الكباب تقدروا تشكلوا اللي بغيتوا. المهم انا درتهم يعني على شكل كباب عادي تقليدي صافي. وحمرتهم شويه في زيت العود ديال الطياب، وقبل ما نحمرهم درتهم في طربت جوج بيضات مزيان وخمستهم فيهم، عاد حمرتهم في الزيت. تقدروا ديروا حتى هذاك لا شابلور، حتى هي كتعطي واحد المذاق مقرمش على برا. انا ما تنديروش اي صراحه، ما تيعجبنيش، ولكن تندير في بلاصه لا شابلور كندير هذاك المملحات اللي الاسيويه اللي تيكونوا كيبقاو عندي بزاف ما تياكلوهمش عندي. دونك كنشدهم كنطحنهم وكيرجعوا فحال الشكل ديال لا شابلور، يعني كيعطيو داك المذاق مقرمش مزيان. اولا هذاك البوب رايس، هذاك اللي كنقولوا له حنايا فحال شكل كيكليا، بحال شكل كيكليا ديال الراي ديال الرز. هذيك حتى هي كتبقى عندي شحال يعني ما كتبقاش مقرمشه. فانا كنشدها كنطحنها وكنستعملها كيف كنقولوا بحال لا شابلور، كنغمس فيها هذاك كباب اولا شي حاجه بغيت نحمرها وتنقليها، كتجي زوينه زوينه مقرمشه على برا. هاد المرات الانسان ما تيعرفش شنو يطيب، تيبقى يفكر سكينو يطيب شي اكله ديال البطاطا. وشتي غير غير البطاطا، يعني غير البطاطا كاين فيها مئات 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 الوصفات. كيف قلت لكم راه نتوما ويعني كيف كنقولوا داكشي اللي عندكم، يعني نتوما وشطارتكم كيف كنقولوا. تو فيها الفخوماج، تقدروا تعمروها بالزيتون والفخوماج، يعني
يعني غير البطاطا فيها مئات الوصفات، كل مره تفننوا في وصفه، كل مره زيدوا شي حاجه ونقصوا شي حاجه باش كتكتشفوا مذاق جديد. فهذه هي كي كيسميوها هنايا، كيسميوها باللغه الارديه تيكي الو كي تيكي، كتجي زوينه. وحتى الهنود هما كيديروها بحال هكا، كياكلوها مع داك لاصوص ديال اليوغورت. انا كتعجبني مع الكاتشب وشويه ديال المايونيز، كتحمق كتحمق، وكناكلها بلا خبز بلا حتى شي حاجه، غير هكاك مع لا سلطه كتشبع مزيان. فكنتمنى تجربوها وديروا داكشي اللي عندكم في الدار، ماشي ضروري يعني تقيدوا بهاد الوصفات هادو اللي تيكونوا على الانترنيت ولا الوصفات اللي كتسمعوا من الناس. نتوما تيشدوا المكون الاساسي ونتوما كتفننوا في داك المكونات الاخرين. فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو. شكرا لكم، بسلامه.